رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام. وقال سموه: نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة البحرينية من نجاحات ومشاركة حقيقية وفاعلة بالديمومة التنموية الشاملة، فقد كان للمشروع الإصلاحي لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دورا واضحا في دعم وتمكين المرأة في ممارسة دورها الحقيقي في المجتمع، والذي لم يقتصر على مجال واحد بل دفعها للعمل في المجال التشريعي والعمل البلدي إلى جانب الرجل البحريني بهدف المساهمة في نماء هذا الوطن. وأضاف سموه أن المرأة البحرينية استطاعت أن تثبت جدارتها في المجال التشريعي والعمل البلدي، وتمكنت من تبوء مناصب قيادية ساهمت في دعم المنجزات الحضارية للبحرين ودفعها لتكون عنصرا رئيسيا في نهضة وتقدم المجتمع، مؤكدا سموه على الدور الريادي لقرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعمها للمرأة البحرينية، وتوجيه سموها الدائم لإطلاق البرامج والخطط التي ترفع من كفاءة المرأة وتسهم في تميزها في كافة القطاعات، متمنيا سموه في الوقت ذاته للمرأة البحرينية دوام التوفيق والنجاح بما يحقق مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار لمملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله.